بعد قليل راح توصلك الصرخه.
الصرخة اللي جابتك من بلدك ومن عملك. بعض الأفراد يقولوا لهم نشتغل اليوم، قال له ما نقدر نشتغل، إن ما تنزل عمل، ما نقدر ننزل عمل لأن الأعمال كلها محصلة. أكو صيحة للحسين اليوم سامينها جديدة، الصيحة ما تخلينا نروح لأعمال. لما نادى على أهل من ناصر منو يستجيب إلى الحسين؟ إذا أنت ما تستجيب منو يستجيب؟ أدري فكرك مونا، أدري فكرك عند الصرخة، واليوم الصرخة عجيبة غريبة، لكن ترى المفعول عظيم، المفعول عظيم، الصرخة تعظم لأن المفعول عظيم. وأنا إذا أنت متأمل يوم الوقت كما تعلم، إذا أنت متأمل قراءة من عندي، ترى ما هو قراءة من عندي. اليوم الذي يقف في المعركة ويقرأ هو الحسين اليوم، هو اللي منا ورايح، من هاليوم ورايح، القراءة مو يمي أنا، أنا أنقل لك صوت المصيبة بس، صداع المصيبة اللي حدثت كربلاء أنا أنقلها بس، لا أكثر ولا أقل. هو الأثر هذا بنفسك، لأنك أنت من سمعت كلمة انكسر ظهري خلاص. لا حبذا اصبر شوي خليني اقرا. لا حبذا فلكون، هاي القصيده ترى ما قالوها لاجل ان تبقى مخزونه في البيوت، ولا انشدها هذا المنشد الشيخ كاظم رحمه الله الازهري البغدادي لكي تبقى مرميه في النفايات. اي جابها لم تلها الايام، ولا بد وصدق الرحمه رحمه الله. لا حبذا، لكن بنعترض عليه هون، هو انا لي اعتراض عليه. يوم اجي قصيدة لك، لان عندي اعتراض على شكاوى، الاعتراض راح تحبه. لا حبذا فلكون دارت دواء، صور صور الاديان، اي خليني صور الاديان، الى ان نوصل الى المسلمين. لا حبذا فلكون دارت دوائره على الكرام. شوف المعاني، صور المعاني، يعني اذا ما صور المعنى يفوتنا الغرض، كل شيء اذا ما يتصور معاني يفوت الغرض. لا حبذا فلكون دارت دوائره على الكرام، فلم تبقي ولم تذري، وإن ينل منك مقدارا فلا عجب. إذا صابتك ما صابهم، ما صاب الكرام، مو عجب، لأن كل كريم يصاب، كل شر يصاب، كل مناظر يصاب، كل شريف يصاب، كل من يقف ويا الحق يصاب، كل من يهتف باسم الحق يصاب، كل من يضحي من اجل الحق يصاب. وان ينال منك مقدارا فلا عجب. لكن النايم المضمور المضمور اللي ما يهمه من الدين شيء، ما يهمه من غير شيء، إذا صبت له دنياه خلاص لا أبالي بمن هلك، لا أبالي بمن يعول. أنا شبعان ما علينا من الجائع، أنا مبشي ما علينا من الحريان، أنا هادئ بقرشي ما علينا من المشرد.
هذا مو إسلام. وإن ينال منك مثلا فلا عجب هل ابن آدم إلا عرضته خطرين وكيف تسلم من جور الزمان يدون خانة فئال علي. وصلنا إلى الباب، وصلنا إلى البيت، حضرنا خانة فئال علي. امشوا وياهم، امشوا ويا آل علي، لا تنفك عنه، ترى سفينة النجاة تعلق بالسفينة. كل المسلمين يقولون آل بيتك سفينة نجاة، كل المسلمين في الأرض، كل المسلمين في الأرض يقولون آل بيت محمد سفينة النجاة. ماكو مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا ويقول هذا الحديث: أهل بيتي كسفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. حديث متفق عليه عند السنة والشيعة. اقرأ كتاب طريقي إلى التشيع، في طريقي إلى التشيع لمفتي الديار السورية. وكيف تسلم من جور الزمان يدعون خالد في آل علي خيري أفت القرون الأولى سارت ركائبهم والرحيم والموت خلفه يمشي على الأثر ما مضت في الغرام الغروب غربا إلا وفاض سحاب الهام بالمطر غر المفارق والأخلاق قد رفلوا من المحانج. اسمع من المحانج في الأسنى من الحضر سلك البلاء. مو أنا وحدي لا أنت وياي، أنت أنقل صوتك وياي. سلك البلاء ذكرك وياي. سلك البلاء كم حوت منهم سلك البلاء. يا وينك البحراني؟ وينك حاضر ولا؟ سلك البلاء يا كم حوايا يا منهم هلالا كأنها فلك للأنجم السهر. هل تكرر البيت؟ سلك البلاء يا وياي سلك البلاء يا كم حوايا يا منهم هلال كأنها فلك للأنجم الزهر. أقول لا يشكاهم أهل اليوم، ترى اليوم هو قمر مو هلال. ليش ما جبت الأقمار جبت الأهلة؟ لكن شيخ حسن يقول لأبي أقمار تمي. روح الشيخ حسن الفستاني البحراني بأبي أقمار تمي خسفت بين الصفا وشموس من رؤوس رفعت
إذا غشيتنا الفتن
الفتن التي أوعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وقعنا فيها، لكن هل التزمنا بالعلاج من الفتن؟ يعني يوم قال الفتن راح تجي، شيء مؤكد، وقول رسول الله قول الله ما ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما أجدنا الفتن وقللنا عليكم بالقرآن رجعنا إلى القرآن. لا، لأن القرآن محفوظ، وإياه بعد شيء ثاني محفوظ، فإذا رجعنا إلى القرآن المحفوظ حفظنا، لأنه الله سبحانه كتب له الحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فإذا تمسكنا بالمحفوظ من الله انحفظنا، وإذا تركنا ما أمرنا الرسول بالتمسك به ضعنا. أخذتنا الأمم تكالبت علينا الأمم، بل واحتوشتنا وأصبحنا على فترة عددنا المسلمين، وإذا بنا لا نستطيع أن نحرك ساكنا من شنو؟ لأننا ما لجأنا إلى القرآن. واللجوء إلى القرآن مو بس التلاوة، لا، العمل بالقرآن. نشوف احنا في مقام التطبيق عاملين بالقرآن، ماشيين على منهج القرآن في مقام التطبيق العملي. نشوف هاي بيوتنا، بيوت عاملين بالقرآن من حيث الأدوات الموجودة المملوءة بها، فيها كتب الحديث، فيها كتب الموعظة، فيها كتب الإرشاد، فيها الأدعية، فيها الأوراق، فيها أدوات الصلاة، فيها المحراب مال الصلاة عندما الإنسان يتعطل ما يقدر يطلع إلى المسجد، أمرته الشريعة أن يصنع له محرابا أو حجرة في بيته، حجرة خاصة طاهرة ليصلي فيها حتى إذا اشتد به النزع عند لقي الله ينقل إلى مصلاه في بيته كبيوت أهل البيت. أبو متشي ليلة الجمعة لما الإنسان ما قدر يروح للحسين سلام الله عليه لزوره للظروف المختلفة أو للأوضاع المتردية أو للأحوال التي حدثت في تلك البقعة من الأرض، امتثل أمر أهل البيت، جلس في بيته، أخذ دعاء قمين مع زيارة الجامعة، يأخذ زيارة الجامعة ودعاء قمين ويتوجه مع عياله إلى جهة كربلاء ويزور الحسين ويقول لأهل بيته
توجهوا إلى الله في هذه الساعة في الأسبوع ولو في الأسبوع مرة حتى تأتي آية من القرآن يشمله العطف فيها من الله والرحمة بقوله سبحانه خلطوا عملا صالحا يعني لو لم يكن في الأسبوع مرة هذا البيت يطهر شنو؟ يطهر بالدعاء، يطهر بالزيارة. بيت المسلم يكون إلى عنوانية خاصة، إلى ميزة خاصة عن بيوت الكفار بس. يعني يكون بيت المسلم إلى فتح عنوانية خاصة عن بيوت الكفار، حتى لو نزلت الملائكة يقولون نعم هذا الإنسان مسلم. وإذا تدخل البيت ما تجد الفرق بين بيت المسلم وبيت الكافر، ما تجد. إذا تجد روح القي نظرة محتاج ولا نستثني أبدا، روح القي نظرة على بيوت الكفر المجاورة لبيوت الإسلام، شوف هتختلف عنها. إذن إذا لم تختلف عنها فبماذا يحتاج بالعمل؟ ننقل هذا، ننقل الحسينية، ننقل آثار، ننقل ما نسمع من الحسينية إلى البيوت فنغير به ما في البيوت. وإذا لم ننقل قول رسول الله الحسينية شبيهة، الحسينية هاي شبيهة فيها قول الله. هل لي بعض المتحذقين يجون يحاربون مجلس الحسين مثلا؟ مجلس الحسين شنوي حتى يعلنوا عليه الحرب؟ مجلس الحسين فيه قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا، هذا فيه قول رسول الله، فيه توجيهات، فيه إرشادات، فيه تحذير، فيه إنذار، إلى كل شيء في النهاية فيه مآثر محمد وآل محمد. قالوا إلى الجيش يمشي أمامهم،
الدجاج بالسلاح القوة. خلوه في مرمى القصر وخلوا لهم توقع. لاحظ قالوا لأمه قفي من شرفة القصر وانظري انظري فضل. ها؟ فوقفت الأم لتنظر سير الجيش بمعداته بالقوة بجميع ما لديه من آلات الحرب والاستعدادات. مرت الجيوش أمام الشرفة أو أمام تلك النافذة. ثم بعدها مر العلماء يحملون الكتب والأدعية وكل أدوات الطب التي تعالج من طريق الروحيات ما يعالج من طريق الروحيات. ومرت قافلة العلماء يحملون ما لديهم. ثم بعد ذلك مرت القافلة الأخرى وهي تحمل أيضا أدوات الطب. الدكاترة يحملون جميع ما لديهم من استعداد للعلاج. وبعد ذلك مر الشعب بكامله. ثم التفتوا إليها قالت ماذا صنعتم ولماذا صنعتم هذا الصنع الذي لم أشاهد مثله في زماني؟ ليش قمتوا بهذه الأعمال؟ قالوا لأن أردنا بذلك أمرا. قال فهمتوا ما أردتم. لأن انتقلت رأسا قالت لو كان يدفع الموت الجنود ويدفع الموت الأسنة والقواضي ويدفع الموت كل دافع من هذه القوى لدفعتموه. بعد قال أيضا أوصى بأن تولمي وليمة وتدعين كل فرد لم يصب في الحياة. ما أصيب بألم ولا أصيب بمصيبة ولا أصيب بكارثة. هذه بعد وصية بلي. فعند ذلك أيضا أوصوها بأن تدعو وتوجه الدعوة لكل فرد لم يصب في الحياة بمصيبة. فدعت وفتحت بابها فلم يأتي أحد من إلى الدار. لماذا؟ لأن كل فرد من حياة مصاب. فإذا إلى أين يلجأ ليخفف المصاب؟ وأعظم بك المصاب. لاحظ كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه. فكل مسلم يصاب بمصيبة في الله أو في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في ولده يلاحظ مصيبة أهل البيت العظيمة هاي فتهون عنده المصائب والمتاعب. يعني هاي الحسينية فيها راحة. ها؟ ما يشعرون إلى هاي الراحة. فإذا ماذا وراء هذا الاجتماع سوى الذكر والتخفيف من آلام المصاب؟ ما فيها إلا ذكر محمد وآل محمد. والفرد إذا رأى أن أشرف إنسان وأعظم إنسان وأكمل إنسان في الوجود أصيب بمصيبة لم يصب مثله أحد تهون عنده مصائب الحياة. نعم، هذه فلسفة، فلسفة من فلسفات تعزية الحسين سلام الله عليه. وجهة من وجهة ما كانوا يحاولون ذلك. الإسلام فتح هذا الباب معناه فتحه ليخفف عن الناس آلامهم ليجدوا محمدا وآل محمد. وقد أصيبوا بأكبر المصائب وأعظم المصائب. لذلك تخاطب الحسين سلام الله عليه فتقول أشهد بالله يا أبا عبد الله لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وأجزل بك الثواب بعد وأعظم شاهدنا وأعظم وأعظم بك المصاب. هاي المصيبة مو عظيمة مي جليلة؟ لولا أنها عظيمة في السماء لما عظمت في الأرض. هاي عظيمة في السماء لذلك عظمت في الأرض. نرجع إلى موضوعنا. نقول إذا أردنا أن نقابل ونقارن بين قول الرسول رسالة وبين أوامر الرسالة نذهب
الإسلام. نروح إلى البيت ندخل نشوفه بيه آثار الإسلام. بل إبليس فيه التلفزة الماجنة، فيه الإجرامون، وفيه ما ينقل من شتى القصص المثيرة والمؤلمة والمخدرة والمبعدة عن الإسلام. هذا الذي في بيت الإسلام. فيه صحف إذا شاهدت صفحتها الأولى عرفت ما في دواخلها من سموم وماذا تعني. هذه بيوت الإسلام. فإذا عزم الإنسان أن يغير هذا البيت يصعب عليه تغييره بعد أن دخل فيه ما دخل فيه، وبعد أن انغمس إلى منقره إلى قدمين لا يستطيع التغيير. لكن فليكن حنانيك، فليغير تغييرا بسيطا فيه شيئا فشيئا تدريجا. يعني إذا أراد أن ينقل هذا البيت من هذه من ما وقع فيه من مأساة إلى بيت الإسلام يكون يحوله شيئا فشيئا، بأن يجمع عياله ليلة الجمعة ويقرأ لهم زيارة الجامعة ودعاء كمين، ليحول هذا البيت شيئا فشيئا. عملية تحويل الآن وقع فيما وقع فيه مشكلة، لكن عملية التحويل حتى يطبق هذه النفوس التي انصرفت عن الله يطبقها تطبيعا تدريجيا ليعيدها إلى حضيرة محمد وآل محمد. ثانية. أما في هذه الدنيا مقر؟ لا
لقد غلب الفساد فلا صلاح، ولكن كل ما في الكون شر. وأنكرت النفوس الدين حتى كأن لم يأتها نهي وأمر. وما ديني هذا العصر إلا كمسجون على كفيه جمر. سيأتي زمان أرقام بضع على دين. خلنا نحتاج حتى نشوف إحنا احتجاجنا صحيح لو كذابين. القشمر يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا فما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. المرض مرض داخل، خلنا نشيل هالأمراض. الحسين جاي شافينا، جاي علاج، الحسين جاي للعلاج. إذا ما انتقلت الحسينية إلى بيتي لا خير في بيتي، لا خير في بيتي إذا لم تنتقل الحسينية إلى، لا خير في بيتي إذا لم، لا خير في بيت المسلم إذا لم ينتقل له المسجد في البيت. إيش معنى ينقل المسجد في البيت؟ وإيش معنى ينقل الحسينية في البيت؟ المسجد والحسينية واحد، لا تفقيق بين الحسينية والمسجد. لولا الحسينية ما استقام المسجد. خلنا نقرأ الدعاء حتى نحتج نشوف احنا احتجاجنا صحيح او كذب. نحتج اليوم على الله، نقول يا الله احنا مؤمنين، احنا مسلمين، احنا مطيعين، احنا ممتثلين، احنا ماشيين، احنا في خطك وفي خط رسولك، في خط الاولياء. اتسلط النار على إلى قريب الفجر وإلى المسلسل. ليلة الجمعة. وعلى أرسل بتوحيدك صادقة، كلام صادقة. ما في إله غيرك ولا معبود سواك. ما أعبد المادة ولا أعبد الهوى ولا أعبد القوى ولا أعبد السلطات ولا أعبد الهيئات ولا أعبد الجماعات ولا أعبد الاجتماعات. أعبدك. وعلى شاف الحسين حائر لأنه آخر من قتل. في بعض الروايات أن أبا الفضل آخر من قتل، بعض الروايات تقول لا أول من قتل، مختلفين. لأن لفظة أنت العلامة من عسكري، شوفها اسمعها اسمعها، اسمع الألقاب الذي أضفاها الإمام حسين. أطلالك للألقاب التي أضفاها الإمام الحسين على الشهيد.
شو يقول له؟ يقول له أنت العلامة من عسكري أبا الفضل، فإذا أنت قتلت، ها؟ فإذا أنت قتلت، فكر يا ولا، فكرك يمي لو، فكرك عند الحسين أدري بي، الحسين يعني فكرك يم الحسين بكربلاء واقف يحكي ويا أبو فاضل. يقول له أنت إذا قتلت يقول أمرنا إلى الشتات، إلى الشتات، إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب. يعني أبو فاضل أنت وجودك، وجود العائلة، وجود المجموعة، وجود الكل، ترى أنت إذا قتلت أنا بعد ما تبقى لي قوى. يقول أمرنا إلى الشتاء، تنبعث عمارتنا إلى الخراب. تصور يا ولا هالكلمات من الحسين إمام ما يزيد في الحكي. إذن اليوم شتت شمل الحسين. إذن اليوم أسألك أنت جاوبني، اليوم إذن شتت شمل الحسين، اليوم عمارة الحسين، بناء الحسين كل انهدم بقتل أبي الفضل، جاء أبي الفضل بنائك، موقف الحسين العظيم لهذا اليوم العظيم. زين نشوف دعاء شنو أبو الفضل، إجا الدعاء يدعو، شو يقول بدعاء اليوم؟ يقول إلهي ويا إلهي أريد أن أعتز، لأن ما أنطى رخصة، ما أنطى، كل ما إجا أبو الفضل يريد الرخصة يرجعه لا يعطيه الرخصة. عند ذلك أخذ العلم اللواء وأخذ القربة وأتى وضعها على عاتقه، ومنك عملية أخرى وهي العملية التي جرت بالخيام، عملية الطفل الرضيع عندما جاءت به زينب وقد دلع لسانه من شدة العطش. 120 طفل وطفلة كلهم ينادون ما عطشا. جاءت الرباب بطفلها تقول خذوا طفلكم يموت عندكم. حدثت الضجة في الخيام، أبو الفضل العباس حمل اللواء وحمل القربة وأتى واقفا مقابلا للحسين، ما حشوي الحسين، أول فتح الباب أتى بالدعاء، يعني توجه إلى الله، قال إلهي أريد أن أعتدك، والحسين كبارة، الحسين بارعة، هو واقف أمام الحسين، الحسين بارعة وهو رافع كفه يقول إلهي أريد أن أعتد بعزتي وأملأ لهؤلاء الأطفال. التفت إليه الحسين قال أخي أبا الفضل لقد أتيتني من طريق الدعاء دون كذب إلى هؤلاء الأطفال قليلا من الماء. أويلي يا ويلي خاب الماء بس هي شب برده، ترى الجب يروي عطش. على المشرعة 10,000، على المشرعة 10,000، عندما أتى كشفهم عن المشرعة ودخل إلى الماء، وعندما حس ببرد الماء أخذ منه غرفة ليشرب.
تذكر عطش الحسين، رمى الماء من كفه، خاطب الماء قائلا وخاطب النفس قائلا: يا نفس من بعد الحسين، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، يا خاض الماء بس أي سب بردة، جرس شفا يروي عطش جبدة، تذكر للنخوة حسين بعده ذب الماء من شفا، وتحسر شلون اشرب وخوي حسين عطشان وطفله والحرم سكنه والحرم واطفال رضعان، وضين قلب العليل الدم نيران، يا ريت الماي بعده لا حلو مر، يا حاج النفيس يا نفسي دوني، وكل الناس تبدي فدوة حسين، ألف وصفة يا خويا ما لك معين، تظل بعدي يا ابو سكنة محير. في رواية أنه أوصل الماء، ولكنهم تداكوا على تلك القربة، فمن شدة الزحام على تلك القربة أريق ماؤها، هذا من يضع صدره عليها، هذا يضع كفه ويمسح على قلبه، وعند ذلك التحموا على السقاء فأريق فأريق ماؤهم، فضجوا بالعطش وعطشا، عند ذلك أراد الحملة الثانية، في رواية أراد الحملة الثانية، أراد الوداع نظرا لأنه يعلم أن هذه الساعة هي ساعة الفراق، بعدها توجه للوداع وقف بين الخيام. أنا ما أقدر أصور لك الحالة، حالة وداع بالفاضل، لكن بالمودعين لاحظ، بالمودعين لاحظهم كلهم حضور، إلا زينب، إلا زينب ما رأى بالمودعين، كلهم شافوا سكينة ربا رقية أم كلثوم ليلى فاتكة، كلهم شافوا، كلهم وقوا في أمان الله. أبا الفضل، أنت ما راح تخليني أقرأ، أنا قايل أنا أعرف اليوم أنت ما راح تخليني أقرأ، ما راح تخليني أقرأ، لأنك أنت ما راح توصل إلى الوداع، ما راح تقدر توصل ويا أبا الفضل إلى الوداع، شلون تسمع صرخة الحسين؟ ما قال وانا مصور الحادث، انت هم مصور الحادث، نفس الحادث يوم كربلاء انت تتصوره وانا اتصوره، انا شلون اقدر اوصل وياك؟ ينظر بالمودعين ما يشوف زينب وياهم، رجع الى المخيم، ما رجع واذا زينب محتضنه عمود الفستان، Ha ha ha.
فيه صدور القام فالهام
يا نور العين ذا